انتو في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. برحب بحضراتكم من جديد في الاستاد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وزي ما قلت لكم النهارده ضيفي هو واحد من كبار الكتاب الصحفيين في مصر، الناقد الرياضي الكبير والكاتب الصحفي الكبير استاذ حسن المستكاوي. برحب بحضرتك يا استاذ حسن ومنورنا على نجوم اف ام. اهلا بيك يا كريم، الله يخليك. اشكرك. نبدا كلامنا بقى في السخنه على طول زي ما كل الناس بتسالك دايما، شايف الازمه دي ازاي ومن وجهه نظرك يعني هي ليها اصلا مخرج ولا هي صعبه فعلا زي ما الناس بتشوف، ولا ايه شايفها ازاي؟ شايف الازمه اللي بتحصل حوالينا دي ازاي؟ بص، كل ازمه ليها مخرج اكيد طبعا، اي ازمات في الدنيا ليها مخارج يعني. بس طب ليه نقع في الازمات وليه الازمات دي بتتكرر؟ يعني هو ده المشكله. والحقيقه الازمات دلوقتي كتيره جدا، كتيره قوي وصعبه وفيها يعني تحديات واساءات ولا ماشي، لكن قبل كده كان فيه ازمات برضو من زمان قوي، كان فيه ازمات يعني انا شايف الازمه ازاي، زي ما الناس كلها شايفها، تصريحات خرجت من الزمالك ان احنا هنأجل القمه، مش هنلعب القمه. يعني ما كانش واضح ايامها سبب الاصرار على عدم لعب القمه، لكن بعد شويه طلعت انها اسباب امنيه، والاسباب الامنيه قد تكون فعلا حقيقيه 100%، لكن اتصدر للراي العام الاهلاوي والزملكاوي وحتى الناس اللي ملاش في الكوره ان الزمالك هو اللي طلب يأجل القمة. فالنتيجة ان الناس ضايقت طبعا، فكرة التلج بقت كرة نار عمالة تنزل وتحرق بقى الارض يعني. فكان النتيجة برضو معالجات يعني سريعة بقى عنده حتى في رؤساء أندية قالوا مش هنلعب احنا كمان، لان الاهلي والزمالك اتأجل. لعبوا طبعا المقصة والمقاولين كلهم لعبوا. بس ليه تقول انت كمان وبعدين ترجع في كلمتك؟ اشمعنى كلمة اشمعنى دي لا يعني انتوا كلكم كده مش يعني مش حريصين على الصناعة اللي احنا كلنا بنشتغل فيها او اللي انتوا بتشتغلوا فيها واللي انتوا لازم تكونوا مهتمين بيها يعني. وانا لما قانون الرياضة الجديد طلع سألت من ناس كتير، القانون ده هيحل؟ قلت لهم مش مفيش قانون هيحل، يعني مفيش صياغة هي اللي هتحل. الناس المشكلة في البشر. يعني انا بضرب مثل كتير قوي يا كريم. انا ابني عشان معلموش انه يكذب هكتب ورقة وانا ابوه واقول له الكذب حرام والكذب مش، بعدين اقول له يا ابني امضي فيصدقني فيمضي واحمله المسؤوليه. لا ابدا، انت بتعيش في وسط، الوسط ده بي بي بيربيك مش بطريقه افعل، بالطريقه غير المباشره. وده اللي اتعلمناه في الرياضه بقى، الرياضه بتعلم الانسان كل الحاجات الحلوه، بس اللوائح مش بتساعد في ده. يعني اللوائح اللي بتطبق على الكل بجد مش تساعد او يعني تسهل الامور شويه؟ اللوائح لازم تتطبق على الجميع ولازم تطبق على الناس كلها ولازم تحترم اللوائح، وما ينفعش الناس تصدر وتعلن عن مشاكلها في الرأي العام قبل ما تقعد تتكلم. صح. يعني أي صناعة، أي الإدارة الحقيقية يعني، لو أنت عندك مشكلة هات الناس واتكلم، قول لهم الظرف بتاعنا كذا، عندنا كذا وأوصلوا القرار. يعني أنا حضرت، انا بروح اتحاد الكوره كنت زمان كتير جدا لما كنت بقى اشتغل في العمل التنفيذي الصحفي والمهني، وكنت بشوف طرق الحوار وبعدين التطور اللي حصل، وحضرت قبل كده اجتماعات مع رؤساء الانديه. طريقه الحوار حتى غلط جوه الاتحاد، حتى في الاوضه المغلقه ما ينفعش الكلام ده. فلازم الناس تبقى روحها رياضيه بجد، اللي هو التعبير القديم قوي اللي احنا نسيناه، الانسان السبورتيف اللي هو رياضي يعني، بتبقى روحه كويسة وبيتقبل وبيتحاور وبيتناقش زي العالم كله يعني. بس احنا ما عندناش ده، فاذا انت بتقول انت شايف الازمة ازاي، انا قلت لك انا شايفها زي ما شفتها، زي ما حكيتها دلوقتي. هذا التصدير يعني ادى انطباع عند الرأي العام انه الزمالك هو صاحب الزمالك هو الطلب، مع ان في اسباب يعني امنية حقيقية. وانا كنت
يعني حرصت ان انا اسمع برضو من رئيس الاتحاد عمرو الجنايني يوم السبت يوم المباراة وكان هو في امريكا وكلمنا وقعدت عشان افهم ايه السبب. قال لي فعلا السبب امنية وقال ان هو محاولاته كانت مستميتة عشان المباراة تتلعب في معادها يعني. انا ما بدافعش عن الاتحاد, فيش حد محتاج ان حد يدافع عنه. اي حد قادر ان يدافع عن نفسه بعمله وشغله وأدائه يعني صح. يعني فيعني هو قال لي كده بجد, وكان يعني كلام مش بيقول لي كده عشان انا اعلن ده في اذاعه ولا في تلفزيون ولا حتى في صحافه. وبعدين انا ما انا متعود ان انا في النهايه احكم عقلي طبعا, ببص واشوف واحاول افهم واعرف بعدين اقول انطباعي او اقول رايي بعد كده يعني. طبعا. ممكن اكون صح ممكن اكون غلط لكن في النهايه انا ماليش مصلحه الا مصلحه الصناعه, مصلحة بلدي اولا واخيرا يعني. صح بالظبط كده. فمفيش مصلحة ان احنا ندافع عن حد حتى لو هو كان صح او غلط, مش قصتنا. لكن دلوقتي في محاولات من جانب وزير الشباب لاقناع ادارة النادي الاهلي متمثلة في كابتن محمود الخطيب بانه الموضوع فعلا امني وانه مفيش اي شخص تدخل في التأجيل ده. ويعني من الكواليس كده بيتقال بانه الاهلي اقتنع شوية بانه القصة فعلا امنية. هل ده معناه ان احنا خلاص هنشوف الاهلي بيلعب في الجونة بكرة بعد بكرة وخلاص القصة تنتهي على كده؟ ممكن طبعا اذا كان الاهلي اقتنع ان الاسباب امنية مش اسباب ان الزمالك فرض رأيه او قال انا عايز اجل المباراة وانتهت القصة يعني. وارجو ان اذا هذه الازمة عدت ما فيش حد يتكلم خلاص يقول انا عايز اجل او عايز العب. انت مالكش دعوة. لا مالكش دعوة يعني ايه, هذا قرار اتحاد الكورة. مش في جدول. الجدول انتم موافقين عليه من اول يوم اتعمل ما فيش. وبعدين حكايه انا بمثل مصر في افريقيا سواء الاهلي او الزمالك او المصري او بيراميدز انت بتمثل نفسك. ما تحطوش مصر فيها. انا ما بسمعش ابدا مانشستر يونايتد ولا ليفربول بيقول انا بمثل انجلترا فوقفوا له الدوري. انا ما بسمعش. خلينا بقى نتغير. صح اللي انا بقوله لك ده بقاله سنين طويله جدا بيتقال. مش كل واحد يقول لك انا بمثل مصر. مصر بيمثلها منتخب مصر. حلو. ولا الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز ولا النادي المصري ولا اي حد. المسائل دي لازم. امال الاسماعيلي اللي خد بطوله افريقيا في وقت في غايه الحساسيه يقول ايه؟ اللي هو 69 بطوله 69 وكان مصر بتعيش نكسه 67 عشان كده حضر الاستاد 130,000 والماتش كان متذاع. فيعني مش عايزين نضخم الامور. الحاجات القديمه اللي انتوا عمالين تلعبوا بيها كلكم بطلوها بقى. هتفضل عندنا نغمة في مصر بتاعت أصل الوزير زملكاوي ورئيس الاتحاد الكرة أهلاوي والمش عارف مين اسماعيلاوي النغمة دي مستمرة طول الحياة من زمان وهتفضل كده. والإعلاميين وأنا لو قلت رأيي ما عجبش جمهور الزمالك بتشتم, لو قلت رأيي ما عجبش جمهور الأهلي بتشتم. يعني بقت حاجة الحقيقة مذهلة. ولو رجعوا للأربعين سنة اللي فاتت انتقدت الأهلي كتير جدا وانتقدت الزمالك كتير جدا. يعني ما في معارك انا مش هقدر اخدها بقى خلاص زهقت منها يعني. اللي ياخدها القانون مش انا. بس طول الوقت كان في كده يا استاذ حسن قبل السوشيال ميديا يعني من زمان الثمانينات والتسعينات وبتاع كان في الكلام ده برضو. اصل الوزير ده كذا والمحامي ده كذا. اولا لما اتقال ان عمرو الجنايني زملكاوي وانه جدا زملكاوي قوي انا قلت رايي انا مش دعوه ان هو زملكاوي ولا مش زملكاوي. ما حسين من اول لحظه يمسك فيها من أول كتبت ده انا ما بقولش حاجه انا ما عملتهاش. الكاتب او الصحفي بيشهد عليه كلامه اللي مكتوب طبعا, او اليوتيوب قال ايه وما قالش ايه. دي الحاجات دي ما بتستخباش دلوقتي خالص صح. فقلت بوضوح يعني هو عايز ينجح. عمرو الجنايني عايز ينجح اولا, ملوش دعوه زملكاوي ولا مش زملكاوي. صح هيسقط وهيبقى مش ناجح لما يحط زملكاويته امام مصلحه الكره المصريه. صح جدا. اي حد حسين امام كان بيدير ماتش الاهلي والزمالك هو عم حماده امام. يعني فين الزمن ده. هو في حاجه زي كده دلوقتي بتحصل؟ ده احنا كنا بنقول الحكم الايطالي اللي جاي ده اهلاوي او الحكم الياباني اللي جاي ده زملكاوي عشان هو ما يعرفش اي حد ولا يعرف اهلي من زمالك. ده بيخبط على الباب بيقول لك يعني هو ده الاهلي وده الزمالك. ايوه طبعا. ولا يعرف مين لابس ايه اصلا, هو بيجي يوم هيعرف. بس يعني احنا طول الوقت ده عندنا. لكن الحساسيات موجوده, الدم الخفيف كان موجود, التريقه كانت موجوده بس كانت متنوعه. كان بيطلعوا منشورات البقاء لله مش عارف ايه تتوزع في الشوارع. ماشي. جمهور الاهلي او جمهور الزمالك.
كل ده وارد. انما المساله تبقى فيها احتقان بهذه الصوره لا، ده خطر كبير جدا، وكل من يساعد على الاحتقان لابد ان يحاسب، سواء كان انا حقول اول ناس اعلاميين اعلاميين يتحاسبوا او اداره انديه او رؤساء انديه او مديرين فنيين او مدربين او لاعبين. هقول لك حاجه، الاتحاد الاماراتي عامل 18 بند للعقاب في اللائحه بتاعت لائحه العقوبات بتاعته بال 50000 درهم وال 30000 وال 20000 وال 4000 متنوعه، 18 بند. اكتر بند عليه عقوبات بالنسبه للعيبه والمدربين ورؤساء الانديه التصريحات المسيئه. يعني وبعدين ايه متدرجه، يعني 50000 درهم وبعدين كذا وكذا، ده نظام. ومش عاجبهم على فكره، يعني مش عاجب الصناعه هناك ان اللوائح، ان اللوائح دي لا عايزه تبقى اكتر وتبقى تفعل اكتر، لان والله عايزين لأن يغلظوا لأن كمان العقوبات، لان الصناعه اللعيبه الشهره النجوميه الفلوس كتيره جدا. فالناس فاهمه الاحتراف غلط. الاحتراف يعني يكبس فلوس، عمره ما كان كده. بيتقال على الدكتور انه محترف، على المذيع انه محترف، على ان المهندس محترف، دليل الكلمة دي معناها التفرد والابتكار والتميز، وانك انت مهاراتك احسن من غيرك من الهواة، صح. ده معنى الاحتراف، فبتاخد بتحصل على المقابل المادي الذي تستحقه كراجل محترف. حل. دكتور بقى، مهندس أي حاجة، أي حاجة. ده لازم نفهم الاحتراف كده، اتقان العمل والبذل اقصى طاقة ممكنة كل مرة. طب فاهمين الاحتراف اغرف فلوس. وبعدين يقول لك اكل عيش، هو يا اخي اللي بيقول لك اكل عيش ده هو حضرته اللي بيقولها لك على السوشيال ميديا. لو بيشتغل مهندس انا اقدر اقول له انت بتاكل عيش برضو؟ لا. ولا يعني امال هو بيعمل ايه يعني؟ ما هو اكيد بياكل عيش. ما طبعا. يعني كل واحد بيعمل في هذه الحياه طبعا اسمها اكل عيش، بس يمكن عندنا المصطلح ده بقى بمعناها ان هو يعني لا معناها شايب الياسمين. بس على طول كده كانك انت تشتغل وتاخد مقابل جهدك المادي والعقلي والذهني والبدني وكل حاجة، تاخد هذا المقابل وتتقن عملك وتتميز جدا، يبقى انت راجل بتاكل عيش. ما ينفعش طبعا. صح. يعني المصطلحات عندنا برضو دخل حصل فيها يعني الاحتراف. الاحتراف امر مختلف يعني بشكل كبير، لازم نمارس اللعبة دي كمحترفين كلنا، كل من يعمل في هذه المهنة. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال برضو مباشر في قصه الازمه دي عشان نقفل الملف ده ونخش في ملفات تانية. هل الاهلي بالبلد كده زنق نفسه بالبيان ده، انه يا اما يواجه جمهور ويا اما يواجه اتحاد الكوره والجهات او او المنظومه يعني بشكل او اخر؟ لما اقول كده جمهور الاهلي يقول لك انت بتيجي على النادي الاهلي. انا شايف ان احنا بنتكلم كلام لا. يعني لما انا اقول كده اولا انا ما قلتش كده النهارده. انا بقول كده من السنه اللي فاتت. ماشي. ويشهد علي اليوتيوب مثلا. ويشهد علي كتاباتي. قلت لما الاهلي طلع بيان، لما بيراميدز طلع بيان، لما الزمالك طلع بيان، لما كل واحد بقى يطلع بيان، قلت غلط جدا انك تطلعوا بيانات، لان البيان ده قرار مكتوب ومعلن. هيبقى صعب جدا ترجع فيه طبعا. لكن اللي بيقول تصريح، انا رافض التصريح. انا رافض اي حد يصرح باي حاجه. انما يعني انت لو عايز تعمل تصريح، لا، اكتب طلب الى اتحاد الكوره، قول انا عايز مخاطبه رسميه، عايز اؤجل، عايز اعمل كذا، بمنتهى الشياكه واللطف والجمال. انما البيانات بتضعك في موقف حرج، لانك انت قرار مكتوب ومعلن طبعا، فيبقى ظهرك للحيط. طب هتعمل ايه في البيان؟ طب تصريح هتقول ده انا ما كانش قصدي، انا ما نسيت، هتهرب اصل الصياغه مش عارف ايه، اصل كذا. لكن البيان هتقول لهم ايه؟ فيش. عشان كده انا معترض على البيانات طبعا. هو انتوا شفتم ليفربول بيكتب بيان او مانشستر يونايتد بيطلع بيان؟ لا. الا في مواقف العنصريه، لو في حاجه كارثه يعني العنصريه طبعا. الاتحاد الانجليزي والوزير الرياضه الانجليزي ووزير الرياضه بلغاريا طلعوا، رئيس الحكومه بلغاريا طلعوا بيانات اعتراضا واحتجاجا واعتذارا على الموقف العنصري اللي حصل من جمهور البلغاري ضد منتخب انجلترا، واللعب توقف مرتين، وكان الانجليز ممكن يتسحبوا وحقهم يتسحبوا، لكن ما تسحبوش لان اللعيبه صممت انها تكمل. 6-0 طبعا الماتش خلص يعني. لكن هو ده، مفيش حد بيطلع بيانات في الصناعه وفي الرياضه وفي الدنيا كلها. احنا ايه اللي مين اللي بيعمل كده؟ انا مش بتكلم على الاهلي النهارده.
انا كلامي كان من السنه اللي فاتت على البيانات اللي بتطلع من كل الانديه. غلط. واللي قالوا احنا مش هنلعب اللي قالوا يوم السبت اللي فات واليوم الجمعه لما عرفوا ان ماتش الاهلي والزمالك من يوم الخميس قالوا مش هنلعب عين لا السموحه والمقاصه والمقاولين والجونه وناس كتير جدا قال لك مش هنلعب كلهم لعبوا. طب بتقولوا مش هتلعبوا ليه؟ مش عارف. مش عارف انا فعلا مش عارف. انا عارف عارف انا يعني هيصه يعني اللي هو انا بطلع في الاحداث يعني وتعب يعني يعني, يعني هو دي المساواه يعني احنا اشمعنى يعني هو المساواه؟ لا هو لازم من انا من انصار المساواه ما بين الاهلي والزمالك وكل الانديه ده لازم. بس ده ما بيحصلش في مصر يا استاذ. ما بيحصلش للاسف لكن ده لازم. لازم لازم في مساواه. التعامل على مستوى اللاعب في الملعب وعلى مستوى المدرب في العقوبات والانذارات والانديه والاداره لازم يبقى. انا مفيش لعيب عملت معاه انترفيو في حياتي وسالته على القصه دي بالذات وهو بيلعب يعني مش امور اداريه كمان وهو بيلعب وانت بتلعب في الاهلي او الزمالك لما رحت نادي تاني هل اختلف معاك التحكيم؟ قال لي اه طبعا. كل الناس اجمعت على انه حتى الحكم بيخاف من الاهلي والزمالك. زمان انا كنت بكتب كده فعلا وبتريق او بهزر طبعا انا بحب يعني اهزر في الكتابه شويه ان الحكم بيصفر صفارته لما الاهلي او الزمالك يجيب جون صفاره طويله لذيذه فرحانه وكان ناقص يروح يجري على اللي يجيب جون ياخده بالحضن. لو العكس وخصوصا لما يبقى ايه الاهلي او الزمالك مسنوقين والماتش معقرب والجون جه في اخر الدنيا فتلاقي الحكم صفارته سعيده. ايوه طبعا. لكن لو الجون في الاهلي او الزمالك تيت خلاص اللي هو يعني امر الله هتزعلونا الليله في المنطقه غصب عنه. طيب تعالوا نطلع الاول فاصل وبعدها نرجع نتكلم مع استاذ حسن في حاجات تانية كتير. 1006 رقم الاس ام اس facebook.com/نجومفهم صفحتنا الرسميه على فيسبوك. انتوا في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. برحب بحضراتكم من جديد في الاستاد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في وضيفي النهارده استاذنا استاذ حسن المستكاوي. استاذ حسن كنا بنتكلم على انه الازمات دي متكرره وبقى لها سنين السنين يعني واحنا في الفاصل كده قلت لي انه في حاجات من السبعينات والثمانينات تعالى بقى نفكر الناس كده الازمات اللي زي دي بالظبط اللي من 30 و40 و50 سنه ما كانتش زي دي بالظبط شبهها يعني بس نفس المنطقه بتاعه الاعتراض واصل مش هلعب وهلعب وهنأجل ولا مش هنلعب وهنروح وهنيجي نفس المنطقه يعني. بص يا كريم يعني الورق اللي معايا ده طبعا انا عندي زيه دوكيومنتس عظيمه يا جماعه عندي دول دي شهاده الزمن يعني ايه شهاده الزمن يعني دلوقتي اليوتيوب هو بيشهد على الناس حلو يعني كل واحد في اليوتيوب بيقول بيفتي او بيتكلم او انت قلت ايه قلت موجود اهو الصحافه من الاربعينات والثلاثينات يعني هي اللي بتشهد هي الشاهد على الناس. هي يوتيوب زمان احيانا اي حياه احيانا احنا بنكتب حاجات في التاريخ ممكن تبقى معلومه غلط يعني انا قلت ان ماتش الاهلي والزمالك الاولاني سنه 17 فلينا زميل جميل جدا اهلاوي طبعا قوي لكن باحث يعني بيدور اسمه محمد مصطفى بينتمي للنادي الاهلي فقعد يدور ويشوف ويراجع انا استندت على واحد من الناس اللي عصرت هذه المباراه او المباراتين اللي هو ابراهيم علام اللي هو كان في اتحاد الكوره وكان سكرتير نادي الزمالك فقال في مذكراته وقال في كتابه احنا لعبنا الاهلي والزمالك في 17 مباراه وديه هنا ومباراه وديه هنا وكان 1-0 1-0 لما رجعنا محمد مصطفى لما راجع الاسماء بتاعه النادي الاهلي لقى فرقه حسين حجازي مش الاهلي والزمالك يعني مش النادي الاهلي ماشي فهنا انت التاريخ عندك المعلومه الجديده الموثقه لازم تصلح طبعًا التاريخ طبعا مش عايز كلام وده مش عيب على فكره تمام احنا كنا في التاريخ برضو بنتكلم على ان الاهلي كسب الزمالك الزمالك كسب الاهلي 6-0 وكان ده بسبب ان في 14 لعيب من الاهلي اتشطبوا في كاس الملك اتضح بدراسه التاريخ ومراجعه التاريخ والوقائع والشهادات ان لا ال 14 لعيب بتوع الاهلي كانوا بيلعبوا اتعافى عنهم والاتحاد كان اوقف ال 14 بتوع الاهلي واثنين من الزمالك واحد من الترسانه برضو التاريخ هنا لازم يصاغ مره اخرى يعني هم لعبوا الماتش ده ال 14 لعيب والاثنين طبعا واتغلبوا 6 يعني عادي طبعا والاهلي كسب 6 والاهلي كسب قبل كده 5 يعني النتائج الكبيره دي متبادله ما بين الفريقين اللي هم كانوا
في زمن قوة متساوية بينهم من الملادين أول 40 سنة أو أول 50 سنة. وده سبب قصة الأهلي والزمالك. يعني هم كانوا الأول 40-50 سنة كانوا هم الاثنين 50-50. طبعا الأهلي ياخد بطولات، الزمالك ياخد بطولتين، في بقى بالإحصائيات وبالأداء وبشهادات الزمن. كلام الصحافة في العشرينات واللي احنا اكتشفناه طبعا بمرور الوقت بالبحث، وغيري بيبحث، مش أنا اللي ببحث، في شباب كتير بيهتم بالتاريخ زي ما قلت لك على محمد مصطفى، في غيره كتير، في دكتور عادل سعد، دكتور عادل موسوعة برضه بيبحث في التاريخ، فبتلاقي دايما في صحف بتاعت الزمن، الاهلي او الزمالك كسب امس، يبقى خلاص دي شهاده تاريخيه. طبعا في معلومه ممكن تبقى اقدم او مش مؤكده او طبعا يعني، فيعني ده بيتصلح باستمرار. كان في خلط ما بين زمان، كلنا كنا بنغلط ما بين كاس السلطان وكاس مصر، ماشي، لكن طبعا بالدراسه والرجوع للوقائع ومش عارف ايه تكتشف ان السلطان كاس السلطانيه دي حاجه غير كاس مصر العادي، وهكذا يعني. يعني دايما التاريخ بيطلع لنا بتكتشف حاجات زياده. المهم انك تصلح، لا تكابر وتقول وتدعي انك انت الفيلسوف الاول او المؤرخ الاول يعني. ايوه بس في فلاسفه كتير انا عارف دول ما اكترهم اليومين دول. بس بس خلينا طب نفكر الناس كده برضو باشهر الحاجات، اشهر الحاجات دي مش اشهر الحاجات او يعني انا بص لا 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 انا مش اشهر الحاجات. انا كنت عندي الشنط رحت واخد اللي على وش كده اللي وش القفص، لكن ما دورتش يعني في تاني. لا لا ده في تاني كتير قوي والله. انا يعني الازمات دي بجد طول الوقت من زمان وهي موجوده في يا جماعه مصرية. انا بحكي من طب من بالتاريخ بقى كده يا استاذ حسن، فكرنا كده يعني الكره زمان كانت عامله ازاي. ده جورنان ماشي، ده جريده الاهرام ماشي. باين جريده الاهرام مش عارف باين ولا مش باين، انا مش قادر ابين. المهم ماشي 27 مايو 81، حلو، اعضاء مجلس الشعب اقاله اتحاد الكره بدايه على الطريق. قرارات هامه تعلن قريبا للقضاء على الازمه، ازمه من ازمات يعني ماشي. اتحاد الكرة بيرد مش عارف ايه اللي هو حرب الدهشوري في تصريح من تصريحاته تأجيل مباراة الاهلي، لن يتوقف الدوري العام تحت اي ظرف وتوقف طبعا مباريات الكرة. السؤال الحائر في 79 ماشي، في كام 79 ماشي 1979 من القرن الماضي ماشي، الحمد لله مش من ايام الحرب العالمية الثانية ماشي. سؤال الحائر، مباراة الكرة تزاع أو لا تزاع أصلا ماشي. الأولمبي يسجل أول حالة انسحاب، رفض اللي ده منشت لذيذ قوي عشان حفكر الناس باللي احنا فيه دلوقتي ماشي. الأولمبي يسجل أول حالة انسحاب في الدوري يعني من وجهة نظر الجورنان ده في الأهرام المسائي، رفض اللعب أمام المصري اعتراضا على قرار إقامة المباراة في حضور جماهيري، مش عايز جمهور فبينزحف. ده كانت سنة كام بقى ده الأولمبي؟ في 94 94 أوكي. خطوات هامة، أنا شوف بس خطوات هامة من الموسم القادم لعودة الرياضة إلى المدارس 25/7/81، لسه الرياضة رايحة، كانت لسه بترجع جاية هي يعني. جاية لسه بس ما جاتش هي لسه ما جاتش ده راحت بقى ده حتى كمان ادتنا ظهرها وراحت حتة تانية خالص ما لناش علاقة بالمدارس. ولما بقول من 20 سنة ما حدش يقول ان الرياضة هترجع للمدارس لان مفيش مكان عشان تلعب فيه رياضة. هو الفكر والتربية الرياضية كقيمة الرياضة نعلمها للأولاد الصغيرين. انما نشوف مكان تاني عشان الأولاد دول يلعبوا فيه رياضة بجد. رياضة بجد يعني ايه؟ يعني حمام سباحة وملعب كرة كبير وهكذا. انما نقعد نزايد ونقول الرياضة هترجع للمدارس، مفيش مكان، احنا ما نقدرش نعمل مدارس 40,000-50,000 مدرسة فيها ملاعب كورة وحمامات سباحة وبتاع. المدرسة بتاعتي القديمة اللي كنت يعني بلعب فيها كورة زمان وفيها جناين ومش عارف كله اتبنى عليه فصول. فيعني عايز تلعب رياضة في المدارس دي حاجة تانية وليها وسائل تانية يعني ماشي. فدي ده كان سنه 81 لما قالوا ان السنه الجايه الرياضه هترجع للمدارس تاني، ما رجعتش جاي في سكه ماشي. القسم الرياضي بالأهرام يفتح ملف في قضيه كره القدم، والله العظيم ده عنوان يعني ايه كتير قوي تم استخدامه يعني عمل مليون مره ماشي. لماذا يطالب الراي العام باستقاله او اقاله اتحاد الكره؟ كيف وصلنا الى نهايات موسكو واستراليا بالبركه؟
البركه يعني موجوده معانا من زمان. طبعا يعني بص المدرسه المصريه هي الوحيده في العالم التي لا تمارس التربيه الرياضيه. ده برضو في الثمانينات مثلا. طبعا اخر كلام في 91 3 يوليو 91 اخر كلام الاهلي والاسماعيلي في المحله. ده ماتش كناش مصر ما كانتش عارفه هتلعب فين. لغايه ما في القاهره ولا في الاسماعيليه. في القاهره الاسكندريه الاسماعيليه مش عارفين المحل. راح من المحله بعد مداولات و يعني مسائل. وده كان اعتقد ماتش ده كان ايه ماتش الدوري ده كان ماتش مهم يعني. طبعا ماتش نهائي الدوري. طب شوف ده بقى برضو يعني عوده على الموضوع الاولمبي. اتحاد الكره يتمسك بتنفيذ اللوائح وهبوط الاولمبي. ولم يهبط الاولمبي. ما هبطش في السنه اللي هي كان زعلان انه مش عايز يلعب. وفي حد بينسحب وبيهبط برضه من البلد. لا مش حد بيحصل له حاجه. بص ده بعض النماذج يعني مش ده بجد ده اللي وش القفص. طب رايك في اداء اللجنه يعني ما تغيرناش. مش هنتغير بسهوله يعني. بس رايك في اداء اللجنه لحد دلوقتي يا استاذ حسن؟ اللجنه المكلفه باداره اتحاد الكوره هل اتظلموا بحكم الحكم عليهم بانتماءاتهم من ده زملكاوي وده اهلاوي وبتاع ولا نعم هم صعب ان هم يشتغلوا ونتائجهم تبان بسرعه؟ انا ما بحكمش على حد ابدا بالانتماء ده خالص يعني. اي حد محترف او عاد يعني عنده هذا الضمير الانساني والمهني بيشتغل للصالح العام عشان ينجح وعشان الناس كلها تشاور عليه. اهلاويه وزملكاويه اسماعيلاويه الراي العام كله يقول الراجل ده بيشتغل. انا اتبسطت جدا من القرعه بتاعت كاس الامم من شغل كاس الامم طبعًا. من مجموعه الشباب اللي تشتغل في كاس الامم طبعا كلهم لما رحت قرعه اسكندريه بتاعت 23 بتاعت الاولمبي بتاعت المنتخب الاولمبي 23 سنه. قلت لهم انا عايز اشوف الزناتي هو فين. يعني انا عايز اشوفه يعني بجد اللي هو لجنه المسابقات رئيس لجنه المسابقات. شاب صغير جدا في السن صغير قوي يعني. حاجه جميله وحاجه متعلم كويس جدا وحاجه متعلمه طبعا. وفي زيه كتير قوي جدا. دي فضل طبعا محمد فضل يعني سلام مثقف وعنده روح وعنده عقل وعنده فيجن بيختار سنه صغير. وبقول بس دايما بس كادر مهم جدا طبعا. الخبره بعدد التجارب مش بالشعر الابيض. الناس دايما يقول لك ده 60 سنه يبقى عنده خبره. انا مش ضد الخبره على فكره طبعا. ومش ضد الشعر الابيض. انا شعر ابيض. انا صبغه ابيض. تخيل صبغه ابيض طبعا. انت افتكر عشان ايه اختلف؟ هو اصلا اسود فصبغه ابيض. اسود غامق جدا كحل. بس بقى ايه لقيت كل الناس شعرها اسود واللي انا بشتغل معاهم كلهم شعرهم اسود. فانا قلت ايه ابيضه عشان ابقى مختلف. انا عارف قصدك على ايه. فطبعا يعني الشباب ده بعدد التجارب. الناس اللي عملت افتتاح بتاع كاس الامم الروعه دي الابهار ده ده شباب. دي ناس فاهمه شغلها جابت شركات احسن ناس في العالم عملوا لينا اخر ما وصل للعالم. بص هو دي التجارب دي الخبره. صحيح خبرة السنين مهمة لكن كمان خبرة التجارب مهمة. صح. بدليل ان في شباب تلاتينات واربعينات في امريكا رؤساء مجالس ادارات او شركات ورؤساء وزراء في اوروبا في طبعًا السن ده طبعًا عادي طبعًا جدا طبعًا. يعني هو ده لازم المفهوم ده يبقى عندنا. مش لما نشوف مدرب عنده 55 سنة لكن مدرب الشاب فعلا. لما مش عارف مين يقعد بقى لنا 40 سنة بنقول الاغنية الشبابية واللي هم بيغنوا الاغنية الشبابية اللي كان عندهم 20 سنة وهم عندهم 60 سنة بنقول عليهم برضو المغني الشاب النجوم الأغنية الشبابية. أيوة صح. يعني صح. هي مصطلحات هي بتفضل ثابتة ما تتغيرش مهما تغير. طب يعني عايزين نتغير بس نفسي والله يعني من أيام القرن الماضي. أنا شايف إنه تقريبا نفس المنطقة يعني حتى لو يعني مسميات مختلفة أندية أو أشكال مختلفة للأزمات لكن نفس المنطقة. انا معترض وحضرتك مش عارف تحللي الاعتراض والتاني بيقول اشمعنى والتالت بيقول ليه والرابع بيقول انا كمان يعني نفس المنطقه. لو في قانون بيطبق على الجميع كيانات وافراد ما فيش حد. هي مرتين ناس تتشطب وتنفى من مجال الرياضه ساعتها خلاص.
النفي من العمل الرياضي. أوه. النفي الشطب يعني. يعني لو لعيب ضرب حكم مثلا. فاللائحة بتقول هيتوقف سنة. طب لا اشطبه بقى. فيه. عشان ما حدش تاني يفكر. عشان ما حدش يكرر. التصريحات اللي حضرتك بتقول عليها اللي هي كل يوم او كل ماتش بتحصل. لو غلظنا العقوبات فيها. طبعا. وعملتها فعلا. هتخاف. لكن ما تجيش تقول لي اصل ده قال كذا على كذا فانا هعمل عليه عقوبة 20,000 جنيه. عادي هيدفعها ويكمل. طبعا. لا واحد بياخد يعني ملايين يعني. ايوه بالظبط عادي 20,000 لعيب يعني. طبعا ولا حاجه. لا وكانت لائحه الانذار ولا الفاول ولا الطرد مثلا 5000 جنيه مثلا يعني. بلائحه المسابقات 5000 جنيه ايام ما كان اللعيب بياخد في السنه 30,000 جنيه. لكن هو بياخد 40 مليون. لازم تبقى العقوبه 500,000. صح. اه والله صح. عشان تبقى يعني في انا مش ضد. انا مش ضد ان هي بياخد فلوس. لكن انا ضد انه لا يحاسب ولا يعاقب على سوء سلوكه اللي بينتج في النهاية كرة احتقان. تعيش معانا سنين طويلة في الوقت. يعني تعبير كرة النار دي انا استخدمته في 2010. ان احنا بنلعب بكرة نار. ده ساعة أيام التنظيم. ايام ازمة الزمالك مصر والجزائر. ماشي. لان السوشيال ميديا اشتغلت على يعني اشعال الموقف. ثم اصبح تعبير كره النار ده دارج حاجه مش يعني كره الثلج دي حاجه ساعه. عادي هزقها واكمل. لكن النار هي اللي هتزعق. صح طبعا. طيب احنا يعني عايز اطلع من القصه دي وهنتكلم بقى شويه كوره في الوقت اللي جاي لحد الساعه 10. خلينا نسمع اغنيه نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا. نتكلم بقى عن الكوره الاهلي والزمالك ككوره بعيد عن الخناقه اللي بتحصل اليومين دول والدوري بشكل عام السنه دي. النهارده شفنا بيراميدز مع الانتاج لقاء حلو قوي. هنتكلم في كل ده وهنتكلم كمان مع وعن المنتخب مع كابتن حسام البدري. نطلع لفاصل نرجع نكمل كلامنا. خليكم معانا. انتوا في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. مرحب بكل اللي انضموا لنا مره تانية في الاستاد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وضيفنا النهارده استاذ حسن المستكاوي. استاذ حسن تعالى بقى نتكلم كوره شويه. فايلر مع الاهلي. الناس طبعا الساعه الاولانيه كانت كلها خناق وازمات وبتاع. فخلينا نخش في اللي الناس نفسها تسمعه دايما. يعني فايلر مع الاهلي مؤشراته ايجابيه جدا لكن مفيش مدرب بيتحكم عليه في 7-8 ماتشات. يعني دايما بره او جوه زمان او دلوقتي المدرب بياخد وقت عشان تقدر تحكم عليه من كل الزوايا يعني. لكن رؤية حسن المستكاوي الفايلر هل هي زي ما ناس كثيرة شايفاه انه راجل مبشر ومن الممكن انه يطول مع الاهلي وانه ممكن يبقى موسم سعيد بالنسبة للاهلوية وكل الحاجات دي؟ طبعا هو مدرب مبشر. انا مش بقول كده دلوقتي. انا دفعت عنه من غير ما اشوفه. هو درب اندرلخت خد أيوة. معاه بطولتين. اندرلخت اقوى فريق في الدوري البلجيكي بالظبط. بيستنجد بيه دلوقتي يعني. اذا كان ده لكن في النهايه كان كلامي اللي هاجمه جمهور الاهلي كله وهاجم مجلس الاداره بسبب بايلر. والهجوم ده كان ليه سبب. ان المجلس برضو يعني استعجل واعلن هنجيب مدرب عالمي. كان في تسريبات على سباليتي وعلى مانو لا برازيل. كان في تصريحات ان في يعني مدرب عالمي او تسريبات او واتيفر. في النهايه الطموحات يعني عاليه قوي عند الجمهور. عند جمهور النادي الاهلي طبعا. وكان رايي ان كلود لوروا برونو ميتسو هيربي رينار كتير قوي اليو سيسي جمال بالماضي ما عندهمش منتخبات كتيره دربوها ولا انديه كبيره قوي دربوها. السي في مرعب يعني. مش سي في الحكايه. مش سي في. صح. السي في مهم. بس هو مش كل حاجه. صح. يعني طريقه المدرب طريقته في الكلام لبسه شكله تسريحته شخصيته بيفرقوا الحاجات دي طبعا. بتفرق مع اللعيب كمان. كايمج قدام اللعيبه لما يحس ان في ستايل قدامه. وفي حد ده مبدئيا كمان. كنت بتابع من الناس اللي بتروح نادي الاهلي وبتتمرن. انا كنت زمان لما بشتغل شغل تنفيذي هكتب ماتش اهلي او زمالك او اي مباراه. بروح الملعب وتابع التدريب عشان تعرف ايه اللي بيحصل في عشان اشوف اللي بيحصل ايه. الناس اللي كانت بتقول لي اللعيبه مبسوطه من المدرب. ودي كانت مؤشرات.
في النهايه بقى اقوى. يعني المباراه الصعبه اللي لعبها فايلر كانت قدام الزمالك ماتش السوبر. الباقي كله سهل تقريبا يعني. تفوق فيها طبعا تكتيكيا، وواضح ان هو بيعمل تغييرات، وبيعمل تغييرات يعني بتبان انها كبيره، لكن الحقيقه هي ما كانتش خمس لعيبه او ست لعيبه، ده مركزين وثلاثه بيتغيروا بعضها روتيشن، او بعضها كمان بيبقى عشان عايز حاجه معينه من اللعيب ده في المباراه دي. طب ايه الفرق ما بين التشكيله اللي كانت مع لاسارتي والتشكيله اللي مع فايلر؟ يعني ما تضافش حد غير يمكن قفشه، لكن اللعيبه اتحررت وبقت في فورمتها، رمضان والشحات ومش عارف هو حمدي فتحي وعمر السوق، كل الناس دي بشكل مختلف تماما مع بعض وتغيروا. يعني رمضان صبحي كان بيمشي على تراك وبعدين يكسر جوه وبعدين يروح راجع تاني لنفس التراك، لكن دلوقتي هو بيكسر على جوه ويخش على جوه، او يتحرك في ناحيه اليمين خالص، يعني يروح من الشمال يروح اليمين. الميزه ان هم كلهم اولا فريش، والفريش دي بيلعبوا مستمتعين، ده بتاثير المدرب طبعا. ممكن يكون الاحمال وكذا وكذا، لكن بالدرجه الاولى اللعيبه عندها هذا الانتشاء من المدرب، من روح المدرب، من طريقه المدرب، من افكار المدرب. حررهم يعني افكاره دي طبعًا حررتهم. حرر طبعا. وما بيلعبش براس حربه زي اجايه مثلا، مش راس حربه. انما بيتحرك للرباعي اللي قدامه ولا الخمسه اللي قدام، بيتحركوا وتحرك مستمر عشان عندهم اللياقه طبعا عاليه، واللياقه الذهنيه كمان عاليه، ومستمتعين وعندهم سرعات. وبعدين في منهم اللي عنده سرعه وقوه بدنيه زي رمضان، في اللي عنده السرعه زي حسين الشحات يعني وكذا، في اللي عنده التحرك الشبحي، يعني هو شبح فعلا يعني في ال 18 زي اجايه، بعكس تراوري. تراوري شبح في الملعب كله اللي هو فينامز اريك تراوري. اريك تراوري انما اجاي في منطقه الجزاء، في منطقه الجزاء اتحرك كويس جدا. يعني بيبقى في زحمه بيروح في ربع متر فاضي. يعني تفتكر هو هيبقى رقم واحد في الحته دي؟ لا مش شرط. لا ازارو لا ومروان في مباريات وصلاح. لا لا لا، في مباريات محتاجه ازارو، في مباريات تانية محتاجه مروان محسن. يقدر ازارو يرجع ثقه الناس تاني فيه؟ ممكن طبعا، وممكن كمان اجاي يرجع تحت راس الحربه، ممكن يرجع يلعب 10 يلعب تاني زي ما كان بيعمل قبل كده مع حسام البدري زمان من سنتين. يعني لكن دي في لعيبه في الاهلي عندها مهارات وعندها يعني قدرات انها تلعب في مراكز، لكن بالشكل العام يعني ايه اللي خليك تبقى معجب بفايلر كمان؟ سبب بسيط جدا، بيغير لعيبه والسيستم ما بتغيرش. صح. يعني المجموعه اللي بتعمل نفس التحركات ومش عارف ايه بتاع ده، ممكن الاسامي تختلف لكن الادوار هي هي. يعني الماتش بتاع اسوان الخمسه ده انت كنت تحس ان لعيبه اسوان الدفاع الحق حسين الشحات امسك مش عارفين بيكلموا بعض، شفت حسين امسك حسين الحق مش عارف. يعني تحس من تحركات لعيبه النادي الاهلي ان الديفنس متلخبط مش عارف يمسك مين ولا مين. صح. بس ده السيستم ده ما بيتغيرش. لو اتغير لعيب او اتنين في المجموعه الهجوميه بتاعه النادي الاهلي. طب الناحيه الثانيه بقى ايه اللي بيحصل؟ ميتشو ابتدى بدايه جيده جدا، والبعض توقع بانه موسم برضه هيبقى موسم قوي بالنسبه له مع الزمالك، مع سكواد قوي جدا، اخذ الكاس من منافس صعب هو بيراميدز، وبعدين الكيرف ابتدى ينزل، خساره من 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 الاهلي في السوبر، وبعدين حتى الفوز في الدوري ما كانش فوز يعني باداء مرضي للجمهور، والتعادل طبعا مع اف سي مصر كمان زعل الناس اكتر. ففي يعني شويه زعل من من ميتشو. ميتشو ابتدى طبعا بس لعب مباريات صعبه سواء الاتحاد او المقاصه او بيراميدز في كاس مصر، ماشي، ودي مباريات صعبه مش سهله يعني. و الهزيمه بتاعت الاهلي عملت ضغط كبير جدا عليه. هو اللي خسر نفسه عشان التكتيك اللي عمله في ماتشات قبل كده اللي هي جبهه النجاز وشيكابالا. هو تصور ان الجبهه دي يعني تصلح لكل مباراه، وكل كانت حاجه كويسه جدا طبعا لما عملها مع بيراميدز مثلا او مع المقاصه، بانه يهاجم من الناحيه اليمين بمهاره شيكابالا ومع النجاز وسرعه النجاز والعرضيات بتاعه النجاز، ده تمام جدا. بس ربما الجبهه دي ما تصلحش لكل الماتشات. وبرضه فكره انه يلعب اشرف بن شرقي في المركز راس حربه وما لعبهاش، ده دي حاجه تانية اللي هو محتار يحط بن شرقي فين. يعني انا مش قادر
اوضح او اعرف بالظبط هو عايز بن شرقي بالظبط فين. انما حكمنا عليه ان هو عمل تغييرات انا كنت شايف انها مهمه جدا لما لعب عبد الشافي بدل عبد الله جمعه. وقلت قبل المباراه عشان ما يبقاش يعني تشوف وبعدين تتكلم، لا انت حاول تقول قبل ما تتكلم، فقلت ان عبد الشافي هيدافع مش هيهاجم مش زي عبد الله جمعه. وفعلا في الماتش ده عبد الشافي ما عداش نص الملعب تقريبا. عجبني ان الراجل بيفكر في بعض المواقف بناء كمان على المنافس بتاعه. لما يبقى بيراميدز وعايز يعطل جبهة بتاعت رجب بكار ولومالا أو إبراهيم حسن أو إبراهيم حسن عايز يعطل الجبهة اليمين دي، فراح معطل عبد الشافي مثلا يعني. أنا أفهم ده وأقول ده مدرب حتى لما كتبت أيامها قلت يعني الزمالك بيلعب على رقعة شطرنج، يعني المدرب بيحرك اللعيبة كأنها رقعة شطرنج. إنما الهزيمة من الأهلي عامل الضغط الغبطت الراجل خالص. الضغط ده داخلي وخارجي وجمهور ومش عارف ايه، هو ده اللي حصل اللي غبط. اصبروا عليه شوية والأداء الزمالك في المباراة الأخيرة اتحسن كتير جدا. ففوزوا على المقاولين عمل ماتش كويس وعمل ماتش هجومي هجوميا في برضو في هذا الاستمتاع برضو. وفي كمان مش الاستمتاع بس بتاع اللعيبة، في كمان اللياقة والسرعة في التحركات وتبادل المراكز، ويعني كمان اكتشافه للمركز بتاع زيزو وسط ملعب جاب منه هدف جميل جدا زيزو، صحيح هدف اخطاء دفاعية لان ما فيش لعيب بيخش غلط 18 وما فيش حد يقابله يعني. ما حد يقابله يعني. انما هو تصرف وعمل قرار وسدد وهدف جميل يعني طبعا، فده بيحصل لكن هو محتار في بن شرقي. انا بقى معجب باتنين قوي في الزمالك طبعا بجانب زيزو والاسماء التقليديه بن شرقي ونجم. بجد ونجم طبعا بجد؟ لكرتهم عايزين فرص احسن. كرتهم مباشره عرضيه بيتحركوا كويس، بيتحركوا في ال 18 كويس، كرتهم ثابته سريعه يعني بيلعبوا ممكن في المساحات الضيقه كويس، ياخدوا بس فرص يعني. بن شرقي يلعب 10 يعني بن شرقي ثقته اتهزت في نفسه بعد ماتش الاهلي لما قعد كمان لما قعدوا بعد كام ماتش وده بقى هنا على فكره دور مدرب طبعا. امتى المدرب يقعد لعيب؟ امتى هو انت يعني اللعيب اجاد يعني اجاد في مباراه فتخليه، بعدين ما كانش موفق في المباراه لسبب او لاخر تروح معاده فتخسره تهز ثقته في نفسه طبعا. فيبتدي يقول انا عايز انا كويس انا كذا انا كذا. نفس الحكايه بالنسبه لأونجما برضو نفس الموضوع لعب شمال ولعب يمين وبعدين لعب يمين ولعب يمين ونجح في اليمين. بعدين في امام عاشور اللي هو دايما التغييره بتاعه أونجما، طب انا هعمل بعدين انت هتلعب بعبد الله جمعه ولا بعبد الشافي؟ لعب في الماتش اللي فات مع عبد الشافي بس عبد الله لعب بعبد الله. طب عبد الله فعلا هجوميا كويس جدا بس دفاعيا مش زي عبد الشافي، بس عبد الشافي بيقدر يعمل الاثنين. وقبل ما يبتدي الدوري الموسم قلت هو عبد الشافي ولا عبد الله هيبقى مين فيهم نمره واحد. هو في النهايه برغم تغييرات فايلر المستمره ورغم تغييرات ميتشو في هيكل اساسي من 9 لعيبه لازم ده يبقى ثابت. ممكن احيانا في مباريات سهله تعمل الروتيشن انما لازم في معروف مين نمره واحد ومين نمره اثنين. وبضرب ده بجمال بالماضي مع المنتخب الجزائري ضربت المثل ده كتير قوي يعني. لعب الماتشات الاولانيه بالهيكل الاساسي ولعب الماتش الثالث بفريق احتياطي وبرضه كسب وبكسب 3 وبعدين راح راجع تاني لعب بالتشكيل الاساسي. هنا كل اللعيب في ال 25 23 عارف ترتيب عارف هو مين طبعا عارف فين عارف مكانه. ومحدش قال انا كنت كويس في الماتش اللي فات ما لعبتش ليه المره دي ما لعبتش ليه المره دي يعني دي شخصيه مدرب برضه. الوقفه بتاعت منتخب الجزائر بعد المباراه وبعد الفوز وبعد المكسب والسجده الموحده ثم التوجه للجمهور كل ده شخصيه وقياده مدرب. المدرب مش بس سي في طبعا، المدرب كل حاجه، اوضه اللبس واقناع للعيبه وطبعا كل حاجه طبعا.
هطلع لفاصل وبعدين هرجع اسال استاذ حسن عن المنتخب بقى مع كابتن حسام البدري. اولا الاختيار وبعدين اختياراته هو كلاعبين، عندنا كلام كتير قوي هنتكلم فيه. خلينا نسمع حمائي ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا. انتوا في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. مكملين كلامنا في الاستاد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، والكلام اللي بره الهوا كمان كلام حلو قوي، بس خلينا بقى في اللي جوه الهوا. طيب استاذ حسن، اختيار مدرب المنتخب اولا ليه طول التطويل؟ ليه مط كده؟ وبعدها هسألك بقى عن الاختيار، لكن ليه الاول الموضوع مط لدرجة انه الناس ممكن تبقى ملت شوية من فكرة انه فلان لا علان لا ترشيحات لا ده لا ده اقرب لا ده رجع لا ده تراجع لا ده تقدم، وبعدين في الاخر تم اختيار واحد بره. يعني كابتن حسام كان في الخمسة، بس كانت الايام اللي قبلها على طول او الدقائق اللي قبلها على طول بتقول انه كابتن ايهاب جلال هو القريب. ليه قصة طولت قوي كده؟ عجبني جدا شغل اللجنة لما اشتغلت بقى القرعة ومش عارف ايه بتاع ده الكلام دي، وانا برضو انتقدت بوضوح شديد جدا عملية اختيار مدرب المنتخب مش لاشخاص، الطريقة نفسها. وواجهت فضل وعمر الجنايني بالموضوع ده بوجهة نظري. يعني ايه تقعدوا شهر وليه طرحتوا خمس اسماء؟ قالوا لي مش احنا اللي طرحنا الخمس اسماء، اللي طرح الخمس اسماء وسائل الاعلام؟ لا لا لا، الاتحاد اللي قبليهم، او يعني يمكن مدير الاتحاد او حاجه زي كده في الوقت ده، يعني قبل ما اللجنه تستلم العمل. يعني قلت لهم طب ليه طولتوا؟ يعني بعدين يعني ايه اليوم الاربع؟ انا فاكر كويس قوي. ليه يوم الاربع ايهاب جلال خلاص هو اللي هيبقى مدرب المنتخب؟ صح. بعدين تاني يوم يبقى حسام البدري. ده ما لا يجوز يعني. يعني انا مش معترض على كابتن حسام طبعا خالص، بس وانا سجلت اعجابي بيه لما كان بيدرب الاهلي وخد الدوري، وقلت ان حسام البدري خلى الاهلي في السنه دي يلعب احسن كوره، بغض النظر ان جمهور الاهلي يمكن يعني له موقف يعني عشان ساب الاهلي وراح مش عارف بيراميدز او اي حاجه من دي يعني. دي مواقف شخصيه انا ماليش دعوه بيها، انا مش بقيم المدربين والناس اللي بتشتغل بالطريقه دي، ما بيبتسمش ما بيضحكش ماليش دعوه برضه يعني. بيشتغل في الملعب ازاي؟ ده اللي يهمني. حلو. وقلت لهم برضو ازاي ده يحصل؟ ازاي تحط الكابتن حسن شحاته او ازاي الكابتن حسن شحاته يتحط في مقارنه مع اربع مع احترامي ليهم جميعا؟ انا بوافق حضرتك جدا في النقطه دي. ازاي يا تختار كابتن حسن برضو يا ما تحطوش من الاول؟ طبعا. وبعدين يعني هو الراجل يعني بتقول له وظيفه، تعالى مشرف. كابتن حسن شحاته عايز يدرب، عايز بيحب الملعب، عايز يشتغل. فما ينفعش ابدا تحطه يعني. كل ده انا واجهت بيه اللجنه والكابتن عمرو الجنايني وردوا قالوا لا مش احنا وكذا وبتاع ومش عارف ايه. لكن طبعا دايما يعني ليه ايهاب جلال ما راحش؟ هو اعتذر، وانا اعتقد ان اعتذاره عشان الفلوس او حاجه زي كده، عشان جهاز معاون كمان ما توافقش على انتداب حمد ابراهيم ومصطفى كمان. كان رايي برضو ان الراجل، وكتبت هذا الراي كل مره بقول لك كتبت عشان ايه، بس ما يبقاش احد يعني بيقول كلام فيما بعد القصه ما تنتهي في ساعتها. لا، لازم قلت ان المدير الفني من حقه يختار اي حد يشتغل معاه طبعا، لازم يعني. بس يعني اختيار كابتن حسام البدري هل هو الانسب فنيا من وجهه نظر حضرتك في الخمسه؟ لا خلاص انتهى القرار خلاص يعني. يعني 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 طب يعني الناس هنا برضو عندها، ليه الناس بتبقى عايزه؟ انت بتسالني سؤال الناس سالته لي كتير. هو ليه الناس بتبقى عايزه تعرف يعني؟ خلاص رايك في حاجه خلصت؟ خلاص ماشي حاجه خلصت. بس انا يعني بقى حضرتك يعني انا مع حسام البدري لانه مدرب منتخب مصر، يا رب ينجح ويبقى ان شاء كويس. الله ينجح باذن الله، ولازم تتمنى ان هو ينجح طبعا. لان ده منتخب بلدي بس بالظبط كده، اللي انا بنفعل جدا وهو بيلعب لكن مع ذلك ما بتغرنيش نتائج ابدا المنتخب. ببقى يعني ببقى هتجنن عشان نكسب، لكن ببقى شايف كويس قوي احنا كويسين ولا مش كويسين. دي مسألة مفصولة، في فرق بين مشاعرك الإنسانية والوطنية وحبك لبلدك، في فرق بين شغلك ومهنتك. ما ينفعش عشان العواطف وحبي للبلد لبلدي يعني أقول لمنتخب مصر ده أقوى منتخب في العالم، بدليل لما وصلنا نهائي كأس الأمم الأفريقية 2017 أنا كنت بنتقد كوبر، في ناس عجبها كوبر. أنا كان وجهة نظري إن إحنا وصلنا
بخطة شد حلقه يا رجالة. فيعني يعني ما أنا من الناس اللي كنت مقتنع بكوبر الحقيقة. ماشي أنت لا ولا ممكن نتناقش أنت مقتنع وأنا مش مقتنع، نتناقش وأنا تحاور. إنما طب ما تيجي نتناقش يا أستاذ حسن دقيقة كده في موضوع كوبر ده. أنا بشوف إنه كوبر عمل حاجة مع جيل مش قوي، عمل حاجة بطريقة اللعب اللي كانتش عاجبة الناس دي، ووصلنا لنجاحين نهائي أفريقيا وكأس العالم بالطريقة اللي انتقدت بعنف، لكن هو ما كانش معاه جيل قوي خالص. طيب انا هقول لك حاجه، لو عندك وقت شوف ماتشات كاس الامم 2007 شوفها كويس، شوف بوركينا عملت فينا ايه. ولا ماتش كنا احنا الطرف الاحسن؟ لا لا ولا ماتش، ولا ماتش في ولا البطوله ماتش. كلها ولا ماتش ولا ماتش. وبعدين بس كسبنا. كسبنا ايه يعني؟ ما انا قصدي كده مع كل الناس اللي لا. طب اقول لحضرتك على حاجه، حتى ماتش غانا اللي احنا كسبناه هنا 2-0 احنا كنا اوحش وكنا المفروض نشيل أيوة اربعه طبعًا مثلا طبعًا طبعًا طبعًا. بس احنا كسبنا ليه؟ عشان هو كان لا لا. منظم دفاعيا لا. رحنا بطريقة. رحنا كاس العالم حصل فينا ايه؟ زعلنا جامد بقى، لانه ما ينفعش تلعب قدام الفرق دي المستوى لا ده يعني. ولا اي فرق. انت منتخب مصر اشمعنى حسن شحاته؟ كابتن حسن شحاته عمل في 2008 مش هقول 2006 كان معاه جيل مرعب. عمل في 2008 كان معاه جيل مرعب. كان ايوه جيل مرعب، وهي فلسفه مدرب. بس لو كنا بدلنا المدربين فلسفه جهاز، لو بدلنا مدربين عادي جدا انه ده يحصل معاه كده وده يحصل معاه لا لا معلش، هي فلسفه جهاز يعني. يعني قصدي كابتن حسن شحاته مع الجيل ده مش هينجح النجاح العظيم. بص ما الكابتن حسن شحاته عمل ماتشين تاريخيين قدام البرازيل وقدام ايطاليا ماشي في كاس القارات. جميل. هو نفسه بنفس الجيل الذهبي اللي حضرتك بتقول عليه عملوا نكته قدام ماتش امريكا اللي ممكن نكسب 3-2-0 وكنا كسبانين 2-0 ونروح احنا نكمل. سالت كابتن حماده صديقي تحديدا السؤال ده، وسالته كابتن حسن شحاته ايام كاس الامم ازاي نعمل كده قدام البرازيل وايطاليا ونخسر كده قدام امريكا. قالوا لي سببين، اول سبب انه اللعيبه كانت مجهده جدا من كتر اللي حصل في ماتش البرازيل وايطاليا، وتاني سبب انه اللعيبه كانت نازله عندها سنه كده اللي هو اذا كان عملنا كده مع البرازيل وايطاليا ما بالك امريكا. طبعا والامريكان عملوا كونتر اتاك في زي ما الكتاب خمس ثواني وبدنيا هايلين مع برادلي كانوا هايلين وقتها. طبعا طبعا طبعا. فيعني يعني في جميع الاحوال انا قلت احنا مش المهم نروح كاس العالم ده نجاح في نجاح نحتفل بيه، بس ايه يعني بنين تحتفل بيه حل. مش مصر صح، لكن هنعمل ايه في كاس العالم؟ انا نفسي نروح كاس العالم نلعب زي مش هناخد كاس العالم لا لا خالص، بس نوصل دور ال 16 ال 8 نلعب في كاس العالم لا نتغلب حتى بس نلعب في كاس العالم زي الكاميرون وغانا وتونس والجزائر والمغرب والسنغال طبعا. ويعني نلعب زيهم بشكلنا حلو يعني. هو احنا يعني مكسرين افريقيا ونروح كاس العالم برضو بخطه شد حيلكم يا رجاله؟ عملنا ماتش قدام ايطاليا في 1990 1-1 ماتش جبار هولندا قدام هولندا ما صدقناش نفسنا ماشي. فالكابتن جوهري وكان صديقي جدا راح رجع قعد وقف 18 عساكر شطرنج في ماتش قال لهم برضو انجلترا وايرلندا شدوا حيلكم يا رجاله. بس كان شكلنا وحش قوي بصراحه دفاعيا يعني، قصدي ان احنا قدام العالم يعني ده مش كوره دي مش كوره بجد. امتى احنا نروح كاس العالم؟ عشان كده بقول للكابتن حسام البدري في فرق بين الاستعداد لكينيا وجزر القمر الاقليه القمر ماشي نخليها القمر ماشي عشان اسهل يعني القمر دي بحس ما اصلا قمرس بس هم الناس هنا والله عارف انها القمر ايوه فهي الناس بتقول هنا بس انت صح انا غلط لا لا بس هي بس انا بسهلها يعني القمر خلاص يعني في فرق تستعد لدول فرق بينك انت ليك رؤيه لكاس العالم لازم تلعب مع المانيا والبرازيل والارجنتين ماتشات وديه. هل كنت مع الفيفا البرازيل بدل بوتسوانا؟ لا 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 لم انصح بذلك على الاطلاق يعني. وقلت الكابتن سيد معوض اول ما شفته وكنت يعني بقول له خلاص انت في الجهاز مبروك، قال لي لا بيحب يعني لا لسه وبتاع قرار. قلت له لا قول لكابتن حسام البدري اوعى تلعبوا مع البرازيل. ليه بقى؟ عشان ظروف الكره المصري. هنزعل هنزعل قوي ممكن نزعل قوي لان انت لما تلعب مع البرازيل وانت في الازمه اللي فيها الكره في مصر وفي الظروف اللي احنا فيها والاتحاد مشي والمدرب وكاس العالم هتبقى ممكن لو تهزمنا هزيمه هتبقى قاسيه كمان هتبقى قاسيه طبعا. لكن ليه المغرب ليه الجزائر لعبت مع فرق قويه؟ ليه نيجيريا نيجيريا والسنغال لعبوا برازيل ولعبوا مع الارجنتين والجزائر عايزه تلعب مع فرنسا ليه؟ متمكن واخد بطولة افريقية وعامل بطولة حلوة جدا صح. كاس الامم فمش الامور مستقرة
لكن ما ينفعش ابتدي بتسوان. لكن دلوقتي وانا طول عمري بقول لازم نلعب مع الفرق القوية دي صح. عشان دي لما نروح كاس العالم بنلعب معها مش بنلعب مع البلاستيك يعني. طب هل الجيل ده يساعد؟ الجيل ده يساعد يا استاذ حسن؟ يعني في ناس تقول لك اه جيل يساعد وقوي جدا، ده انت كفاية ان عندك محمد صلاح. بس هل الجيل يساعد كعدد لعيبة كواليتي تقدر تقول عليهم اي كلاس؟ زي ما قلت لما كسبنا كاس الامم 3 مرات ورا بعض قلت احنا كسبناها ليه؟ عايزين ندرس احنا كسبنا ليه؟ او احنا كسبنا ليه؟ احنا بقلنا، وانا من الناس اللي بقول زي كل الزملاء من 30 سنة المحترفين لازم نودي الناس تحترف عشان نكسب الكاميرون والسنغال. طب ده احنا كسبنا الكاميرون والسنغال وكوت ديفوار كسبناهم كلهم وعملنا عليهم كرة عالية جدا، واحنا معنا 3 لعيبة محترفين والباقي وهم 23 محترف صح. الله حصلت ازاي دي؟ هو احنا نحترف ولا ما نحترفش؟ انا احترف عشان نتعلم حاجات جديدة، لكن في اسباب خلتنا نكسب هذه البطولات الثلاثة ورا بعض. طب درسناها عملنا تقرير، انا معرفش، انا بسال من مش عارف من بس ما اعتقدش بسال من 10 سنين أوه. احنا عملنا تقرير ازاي موجود في الاتحاد احنا ازاي كسبنا. طيب احنا عملنا تقرير دلوقتي عندنا في اتحاد الكوره احنا ليه خسرنا كاس الامم الافريقيه الاخيره؟ ما اعتقدش. يعني في 2019 واحنا في وسط جمهورنا وعلى ارضنا ما اعتقدش، وبهجمه مرتده من جنوب افريقيا. طب ليه الاهلي؟ عشان الاهلي هو بقى الممثل الحقيقي اللي بيروح ماتشات افريقيا وبيلعب على 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 اللقب دايما. خسر اللقب مرتين او طلع من البطوله مرتين في الاخر اخر المراحل. ليه؟ هل درسنا ده؟ هل انا بشوف ان في تفسير ان اصبح طبعا افريقيا اتقدمت والكلام اللي الناس كلها عارفاه، انما احنا عندنا مشكله في استخلاص الكره وفي الضغط وفي الالتحامات. كل التحام وكل اشتباك وكل محاوله لاقتناص الكره او استخلاصها ما بنعرفش، لان الافارقه بقوا اقوى وعندهم سرعات مش عندنا. منتخب جنوب افريقيا لما لعب مع المنتخب الاولمبي في الماتش الاخراني ده ارهقوا جدا. ليه؟ اجبرنا ان احنا ندافع على طول. واضحه بندافع ليه؟ بندافع عشان هم بسرعتهم العاليه جدا كلهم سرعة فبيوصلوا ال 18 بتاعتنا بسرعه جدا، فاضطر الوسط بتاعنا يرجع لل 18 مع الدفاع عشان يقدر يغطي السرعات اللي جاية من كل حتة لجنوب أفريقيا. إذن إحنا عندنا مشكلة سرعة، سرعة في الجري، سرعة في الجري وقوة في الالتحامات واستخلاص الكرة. ده مبدئيا عندنا حل للمشكلة دي، مش أنا اللي بقول، هم بقى لازم يقولوا، مش المدربين هم اللي يقولوا كده. إزاي نحل المشكلة دي؟ ده بجانب التطور اللي حصل تكتيكيا للكرة الأفريقية وذهنيا حتى يعني. وذهنيا طبعا هيقولوا جينيراسيون ده فريق ضعيف. هو فريق طبعا الزمالك احسن منه 100 مره طبعا، لكن جنراسيون فيه ميزه واحده بيهاجم بعدد كبير وبيدافع بعدد كبير، عنده سرعات، هيبقى ماتش صعب على الزمالك، وعنده لياقه، عنده لياقه. لما براجع الماتش اللي هناك انا شايف ان الزمالك ميدانيا في الملعب كان احسن من جنراسيون، لكن في النهايه فرقه متعبه طبعا. ليه؟ بتهاجم بعدد كبير وبتدافع بعدد كبير لانهم بيجروا. احنا دي مشاكل احنا لازم نبص لها علشان نقدر نتطور اكتر من كده. احنا مش كفايه ان احنا يقولك اللاعب المصري ذكي واللاعب المصري عنده بيعمل 7 و8 ومش عارفين، ومش كفايه محمد صلاح طبعا، مش كفايه محمد صلاح اللاعب السوبر ده مهم جدا اه، وكنا مفتقدين محمد صلاح في ماتش بتسوانا لانه هو اللاعب السوبر اللي عنده حلول الصعبه اللي انت ما تتوقعهاش. بس استفدت من وديت بتسوانا؟ نعم استفدنا من وديت بوتسوانا ولا لا؟ استفدنا ان احنا عرفنا الاخطاء بتاعتنا واخطاء بعض اللعيبه وقدرات بعض اللعيبه. في لعيبه ما ينفعش تبقى يعني ما ينفعش تبقى في المنتخب لعيبه، ما تقوليش مين بقى عشان انا مش عايز قسوه، كفايه يعني من ناس جديده يعني، ناس لاول مره تنضم ولا ناس خلصت رصيدها؟ ناس بتنضم كل مره خلصت رصيدها اه ماشي دول معروفين طبعا خلاص مش هسال مين. كل الناس عارفاه. تعال نطلع الفاصل وهرجع اسال الاستاذ حسن شويه اسئله كده قبل ما نختم، اسئله سريعه جدا بعد عمرو دياب نكمل كلامنا، خليكم. طيب احنا قدامنا وقت قليل كده فهسال شويه اسئله لاستاذ حسن، اسئله بقى مباشره وصريحه. هل يعتبر محمد صلاح احسن لاعب في تاريخ مصر؟ طبعا احسن لاعب حقق هذه العالميه
مفيش زيه طبعا. لا ما هو ماشي كوصول للعالمية الموضوع اكيد مفيش حاجة زيه. مفيش حد وصله. بس هل يعتبر كفنيا احسن لاعب مصري لمس الكورة ولا في ناس احسن منه؟ لا يعني لا استنى بس ما ينفعش بقى. ممكن اجاوبك بسرعة. ما ينفع انا احسن لاعب من وجهة نظري يعني كان الكرة تروح له وابقى منبهر يقول لي يا ابني الايه في كل لعبة. محمود الخطيب. بس كده هو ده سؤال. لا ده مش سؤال. وجهة نظر. لا مش ما قارنش بقى الخطيب بصلاح. ليه وما قارنش حسام حسن بالخطيب. ما حسام حسن يقول لك انا احسن لعيب لان انا عندي الانجازات اعظم انجازات. الخطيب الابداع خلاص. حسين حجازي الناس اللي عاشت زمنه ولو قريت اللي كتب عنه تحس ان هو يعني قد محمد صلاح 10 مرات. ما ينفعش تقارن أزمنة مختلفة بمعايير مختلفة. بمعنى الكرة اللي كان بيلعب بيها حسين حجازي والملعب اللي بيلعب عليه حسين حجازي والكرة اللي كان بيلعب بيها الخطيب والملعب اللي بيلعب عليه الخطيب والحذاء اللي كان بيلبسه الخطيب اللي هو الفوتبول تقارنه باللي بيلبسه واللي بيلعب بيه محمد صلاح والملعب اللي بيلعب بيه عليه محمد صلاح. بس على المستوى الفردي حتى ما اقدرش مثلا المستوى الفردي اذكر انه مثلا دلوقتي في البرازيل الناس بتتكلم على انه رونالدو الكبير ولا بيليه مع لا ان لا فرق لا كبير. لا بالارقام في واحد جاب اهداف اكتر من بيليه وهو اللي عمل شعبيه للبرازيل للكره البرازيليه. بمعنى ان لغايه 1919 كانت سباقات الخيل هي اللعبة الشعبية الأولى في البرازيل. حلو. لما هو جاب الهدف الفوز على أوروغواي في كوبا أمريكا 1919 لأول مرة خبر الكورة يطلع في الصفحة الأولى. ماشي. وتعرف من أيامها لغاية ما مات في 69 اسمه أرثر فريدرنيخ أو أرثر فريدريتش. ماشي. يعني هو راجل لعيب كورة برازيلي أمه أفريقية برازيلية وأبوه ألماني. جاب 1329 هدف. بيليه جاب 1260 هدف. ده عمل نقلة. لكن أنا بيليه عندي أعظم لعيب في تاريخ البرازيل. بجد؟ طبعا. ده هو إذا كان هدف مارادونا في 86 اختير أحسن هدف في تاريخ كأس العالم. بيليه تم اختيار هدف لم يسجله ماشي. كأحلى هدف لم يشهده لم يهز شباك كأس العالم. ماشي. التفويتة اللي عملها بمباراة إيطاليا لحارس المرمى ولعب الكرة بعد الجون ما هو فاضي راحت الكرة معدية من وراء الجون. بص ابقى اتفرج على نهائي البرازيل وإيطاليا 1970 وشوف التفويتة دي هتقول يا ابن الايه وهتضحك عشان اللي اتعمل في الجون. ماشي. يعني طب بيليه ولا مارادونا؟ ده زمن وده زمن. طب ما انا عارف والله انه بس كلعيب يعني مسألة صعبة جدا. ما هو الناس برضو في الارجنتين بتقارن مارادونا بميسي. مين فيهم اسطورتهم يعني مين فيهم رقم واحد عندهم؟ وطبعا هم بيعتبروا مارادونا. بس انا هم بيعتبروا مارادونا. انا بعتبر دلوقتي ميسي احسن من مارادونا. بجد؟ ليه بقى؟ ليه ميسي بيلعب كرة اصعب. ميسي بيعمل كل لحظة حاجة إبداعية. ميسي كل العالم عارف إن هو مفتاح برشلونة وهو اللي بيجيبه ويمرر ويجيب أهداف وبتاعه بحش عارف يمسكه. مارادونا يعني اللي شهره حقيقة الهدف بتاع إنجلترا. بس لعيب عظيم برضو. لعيب عظيم جدا. أنا قابلت مارادونا. أنا قابلته وتكلمت معاه يعني وقعدت معاه هو طبعا يعني شخصية في اللالة بس أنا بتكلم من يعني كلعيب فز كلعيب طبعا يعني. جامد جدا. طب هو ليه دايما إحنا بنقول يعني معنى ان انا اقول ميسي يبقى مارادونا ده لعيب وحش؟ لا عبقري. بالعكس ميسي وكريستيانو دلوقتي طبعا مش معنى ان انا قلت ان ده يبقى التاني وحش. بالعكس الاثنين عظماء يعني. طب بالنسبه لحضرتك مين ميسي ولا كريستيانو؟ انا يعني انا ميسي عشان اللعيب اللي يبدع في كل لحظه في وسط الملعب قدام في ال18 بلاي ميكر في الوينج بتمريره بترقيصه برؤيه للملعب بحاجات انا بقول يا ابني الايه بحب ان الكره تروح له عشان اعرف هيعمل بيها ايه. دي مع الظروف بتاعت الزمن كره صعبه وكره بعدين مش انا بقى جاري لينيكر و كل الناس قالت عليه حتى فيدرر قال عليه اعظم لعيب كره في التاريخ على ميسي.
بس ده طبعا لا، التاريخ كل زمن ليه ابطاله ونجومه. اسمح لي اقول لحضرتك على بيان وزير الشباب والرياضه، لانه يعني اتعلن دلوقتي واخد راي حضرتك فيه قبل ما نختم. وزير الشباب والرياضه يطرح حلولا جذريه في ازمه بيان الاهلي ويتواصل مع جميع الاطراف. يلعب وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي دوره مهمه للوصول الى حلول جذريه بخصوص ازمه الرياضه المصريه، واخرها بيان النادي الاهلي وانسحابه من مسابقه الدوري. وياتي ذلك من منطلق دور الوزير في ايجاد الحلول للازمات باعتباره ممثل الدوله، وفي ظل الدور المحوري الذي يلعبه بايجاد حلول جذريه لمشاكل الرياضه المصريه وحتى لا تتكرر هذه الازمه مجددا. توجه الوزير لمنزل كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي للاطمئنان على صحته بعد معاناته من ازمه صحيه، بجانب مناقشه ازمه انسحاب الاهلي من الدوري. واستمر الاجتماع لساعات طويله لرغبه الوزير في طرديه جميع الاطراف وحتى لا تتكرر مثل هذه الازمات مره اخرى، حتى يكون هناك حل جذري لازمه الرياضه المصريه وعدم تصدير اي ازمات للدوله، خاصه في مجال الرياضه في ظل اهتمام الدوله بالكامل وعلى راسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بصناعه الكوره. وجاء استمرار اجتماع الوزير بمجلس اداره النادي الاهلي لازاله اي خلافات قائمة، والتأكيد على دور الدولة التي تبادر بتقديم الحلول والتواصل مع كل أطراف الأزمة وحتى ينجح في الوصول لنقطة اتفاق بين جميع الأطراف. ده بيان الوزير، لكن ما تمش الإعلان عن نتيجة الاجتماع. هل تعتقد أن الأزمة هتنتهي؟ ما ممكن إن شاء الله، يعني إن شاء الله أرجو ذلك، يعني كلنا نرجو إن شاء الله كل حاجة تنتهي. أرجو أنها تنتهي وأرجو ألا تتكرر أبدا. صح، من أي حد. أستاذ حسن، كالعادة استمتعت بوجود حضرتك معايا واتشرفت بوجودي مع حضرتك النهاردة، وكالعادة متعتنا ونورتنا وشرفتنا في نجومة في أم، واتبسطت بوجود حضرتك جدا 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 للمرة الثانية ولا التالتة؟ تانية أو التانية أنا اللي استمتعت. نورتني والله يا أستاذ حسن. أنا اللي بشكرك، استمتعت، تعرف أنا بعزك قد إيه حبيبي يا أستاذ حسن، ده شرف. بحب الحوارات اللي مع الشباب اللي زيك، طبعا جميلة جدا. انا سعيد ومبسوط، باين عليا ان انا مبسوط. الحمد لله، دي اهم حاجه بالنسبه لي. بقى كتير قوي ساعات في برامج بيبان عليا ان انا يعني صح، يا رب اخلص. انا بشوفك لكن طبعا انت عارف ان انا مبسوط حبيبي يا استاذ حسن، ده شرف ليا واتمنى ان احنا دايما نكررها، لان الناس بتستمتع دايما بكلام حضرتك بعيد عن اي الوان وبعيد عن اي. ربنا يخليك ويخليهم. فبشكر حضرتك جدا على وجودك معانا. استاذنا استاذ حسن المستكاوي كان ضيفنا النهارده في الاستاد على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. بكره ان شاء الله الاعاده الساعه 1 الظهر على نجومه في ام تي في، وقبل دلوقتي بساعتين الاسبوع اللي جاي ان شاء الله نبقى معاكم في حلقه جديده دايما في الاستاد، دايما على نجومه في ام. خليكوا دايما عندنا على المحطه رقم 1 في مصر، نجومه في ام. كنتم مع في الاستاد مع كريم خطاب على نجومه في ام ونجومه في ام تي في.